متواجدين من ناحية معنوية من ناحية من كل نواحي. إن شاء الله نقدم مباراة جميلة ونعود بالتأهل إن شاء الله. صحيح أن الوفاق متأخر بهدفين في مباراته الأولى في القاهرة، لكن اللاعبين والجهاز الفني يدركون أن لا مستحيل مع كرة القدم، وكثيرا ما عودنا النسر الصيفي على التحليق عاليا في سماء القارة السمراء. المواجهة صعبة ولكن غير مستحيلة، خصوصا في ملعبنا أمام جمهورنا، ملعب النار هذا ماشي والانتصار. فنتمنى نكونوا في موعد كلنا إن شاء الله، والرسالة للجمهور أكيد اللي غادي يساندنا، ولكن ما يبخلش علينا المساندة خصوصا في اللحظات اللي كيكون فيها ما يسمى بلو طون فابل. مباراة وفاق سطيف الأهلي المصري ستجرى بشبابيك مغلقة، وممثل الجزائر مطالب بالفوز بأكثر من هدفين وإسعاد الجماهير وضمان تأشيرة المرور إلى النهائي. مباراة